ورجعنا لكم تاني وتنتهي اللقاء أو ينتهي اللقاء بفوز طلاع الجيش بهدف واحد للا شيء. يمكن فوز مهم لطلاع الجيش، أحمد عيد يتقدم ويفوز على حرس الحدود ويخلي حرس الحدود في الأزمة كما هو في قاع الجدول في مركز قبل الأخير بثلاث نقاط حتى الآن. فوز مهم جدا جدا لطلاع الجيش، ست نقاط في مباراتين، فوز مهم لطارق يحيى، فوز مهم لفريق طلاع الجيش. يعني هنتكلم عن المباراة بالتفصيل وضربة الجزاء الغير محسوبة، هل هي ضربة جزاء ولا لا، ده اللي هنعرفه مع كباتننا الكبار. ولكن في ضربة جزاء، أو يعني مش هقول مسمى ضربة جزاء، هنشوفها مع بعض إن كان تستحق ولا لا. ولكن يمكن الشوط الثاني كان الغالبية نوعا ما لنادي طلاع الجيش، الاستحواذ كان أكتر، ودي يمكن لقطة ما بعد المباراة. كابتن إيهاب جلال مدرب حراس مرمى بنادي حرس الحدود، أنا ما أعرفش بيتكلم مع مين، ولكن في اعتراض طبعا من لاعيبة حرس الحدود على حكم المباراة الكابتن وليد عبد العزيز، نظرا لعدم احتسابه ضرب جزاء من وجهة نظر كابتن حرس الحدود. أنا ما أعرفش بقى إيه اللي بيحصل، لكن واضح إن في اشتباك ما بين إيهاب جلال مدرب الحراس وأحد العاملين في الاستاد، أحد العاملين ما أعرفش فين، ولكن في واضح إن في مشاكل كبيرة جدا. طبعا موقف المتأزم لحرس الحدود مخلي اللعيبة والجهاز في حالة من العصبية الشديدة، وخصوصا زي ما قلت لكم إن في حالة فيها لغط كثير ما بين انها ضرب الجزاء ولا لا، يمكن لكريم بنزيمة في الدقائق الأخيرة لأحداث الشوط الثاني. أنا معاكم بالتفصيل وهنعرف إيه بالتفصيل اللي بيحصل هناك إن شاء الله. معنا زميلنا محمد الجزار من ملعب المباراة من استاد الماكس، هيجي لنا دلوقتي يقول لنا إيه الأخبار وإيه الحادث اللي بيحصل، ونحاول نجيب الكابتن إيهاب جلال يقول لنا إيه اللي بيزعق ليه وبيتخانق مع مين وإيه الناس دي كلها اللي في الملعب، وهل ضرب الجزاء ما تحسبش يبقى كل ده الناتج بتاعها ولا لأ. يعني احداث ما بعد المباراه يمكن ممكن تطغى على احداث المباراه كابتن زكريا، يعني 90 دقيقه كان فيها بعض الجهد طبعا وفيها مجهود بدني شديد وفيها لعب اشتغل عليه كابتن طارق يحيى واشتغل عليه احمد ايوب، ولكن في الاخر اللي بيضيع فرص زي ما بيقولوا في الكوره بيخسر في الاخر، وده اللي شفناه نتيجه فرص الضائعه من حاصل الشوط الاول. طبعا رد فعل غير مقبول من مسؤولين في الجهاز الفني. دي ضربه الجزاء كابتن، خلينا نبتدي بيها كده الاول. يعني انا شايفها ضربه جزاء طبعا واضحه جدا، لان بنزيما زق الكره برجله ورجليه اتاخدت من المدافع برجليه الاثنين، فانا شايفها ضربه جزاء صحيح. لكن برضو نرجع نقول اعتراض كده مؤقت من اللعيبه، ده بيحصل طبيعي جدا في الملعب، لكن الغير طبيعي ان بعد الماتش يبقى فيه تطاول. طب دي بس الاول انت شايف حك هو زقها برجله الشمال ومكمل وراه، وهنا المدافع طبعا كان راح متاخر فخد رجل بنزيما ضرب الجزاء. طبعا فيها اعاقه و100% يعني. بس هو الحكم فين يا كابتن حازم؟ عايزين نعرف الاول ايه كادر ضرب الجزاء، بس واضحه جدا 100%. يعني حتى لو الحكم ما شافهاش اكيد المساعد هيشوف حاجه زي كده، لعبه واضحه جدا في اللقطه دي، يعني هو مش باين، تهور بكارت احمر، يعني تهور مش طبيعي. طب في نهايه الكادر بقى تشوف الكابتن فين، كابتن وليد عزيز الحكم فعلا هل هو بعيد ولا قريب؟ يعني لو في الكاميرا من بعيد يا كابتن ياسر، ايوه فين الحكم؟ مش هو مش موجود في اللقطه دي اصلا، هو بعيد اهو، ده الناحيه الثانيه جدا كمان بالنسبه له، هو شايفها، هو واضحه قدامه، واقف مفيش حد قدامه اصلا، يعني زاويه الرؤيه حتى كابتن مش بص، وشاور اللعبه ما فيهاش حاجه على فكره، هو برفع ايده ما فيهاش حاجه. ده ضربه جزاء 100%. يعني طيب يمكن دايما اللغط موجود في كل حاجه في كل قصص دي، بصراحه واضحه وصريحه 100%، يعني ما فيهاش شك بصراحه. خلينا نروح لكابتن طارق يحيى ونقول له الف مبروك مع زميلنا محمد الجزار، فوز مهم ويعني عايز اقول مستحق على الاقل. الشوط الاول كان نوعا ما الحصول افضل، لكن خلينا نشوف كابتن طارق يحيى بيقول ايه مع محمد الجزار. برحب بيك كابتن حازم امام، برحب بضيوفك الكرام كابتن زكريا ناصف، الكابتن وائل الجمعه، الكابتن سيد معوض، الف مبروك فوز غالي لطلاع الجيش على فريق حرس الحدود من استاد الماكس مع الان الكابتن طارق يحيى، الف مبروك، ثلاث نقاط غاليه وفوز غالي على فريق حرس الحدود لفريق طلاع الجيش. بقول الحمد لله، اولا مسع كابتن حازم وضيوفه الكبار كابتن سيد وكابتن وائل ومين؟ ما علينا، بمس عليكم جميعا. الحمد لله كابتن زكريا ناصف حبيبي زيكاس، الحمد لله، بقول الحمد لله الشكر لله. الشوط الاول احنا يعني كنا افضل، اعتقد استحواذ كان اكتر لينا، يمكن بس ضغطنا في اخر خمس دقايق، ده طبيعي ان انت بتلعب بره ارضك وبتلعب مع فريق حرس الحدود، والحقيقه للاسف شديد طبعا حتى التغيير اللي احنا عملناه عشان نعمل مساحات ورا الباك الشمال بتاع نادي حرس الحدود، الحقيقه دوجي وقع وتعور وجاله معرفش حاجه في ركبته،
فكان تغيير ما استفدتش برضو منه، لكن الحمد لله بشكر اللعيبه على ادائها كان رجولي الشوط الثاني بالذات، كنا كان في تركيز، كان في اصرار على المكسب، واحنا كنا جينا على 3 بونت في الشك طبعا. ادينا شوط جيد، ما كناش وحشين الشوط الاول برضو، لكن كان في بعض الاخطاء اللي احنا عملناها الشوط الاول، ما ضغطناش بالشكل الكافي على فريق حرس الحدود برغم ان هم كانوا متراجعين شويه في الشوط الاول. فبقول الحمد لله 3 بونت مهمين جدا بعد 3 بونت نادي الزمالك في منتهى الاهميه برضو، يدونا دفعه معنويه ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. كابتن طارق، يعني اختلاف الاداء في الشوط الاول عن الشوط الثاني، يعني كان واضح ان الشوط الثاني افضل لطلائع الجيش، كان في لا مركزيه في الجزء الامامي بالذات، كان في تغيرات بتحصل ما بين اللعيبه ودي عطت جمال وحريه الحركه، هل ده كان تعليمات للعيبه ان هم ينفذوا تعليمات كابتن طارق يحيى؟ هو الشوط الاول كان في تحفظ شويه، يمكن انا لما وقفت رزق ناحيه الشمال علشان طارق ابو العز، انا عارف طارق ابو العز اتفرجت على فريق حرس الحدود في ماتش الاخير بتاعهم، وعارف ان طارق بيعمل غارات من ناحيه اليمين، فوقفت رزق ناحيه الشمال على اساس ان هو يشتغل معاه، فهو كان عنده تحفظ شديد، انا ما قلتلوش كده، بالرغم ان هو الشوط الثاني لما بدا يتحرر ويروح ويهاجم شاط واحده ودخل جوه منطقه الجزاء اكتر مره، الكلام ده انا كنت قايل له عليه، لكن للاسف هو نفذ الشق الدفاعي فقط الشوط الاول. الشوط الثاني لما تحرر شويه من الشق الدفاعي اشتغلنا بشكل جيد ناحيه الشمال، وعيد الحقيقه اشتغل برده في القلب كويس، واسلام اشتغل كويس لغايه ما طلع. الشوط الثاني كان فيه اصرار زي ما قلت لك اكتر، انا حاولت ان انا اصحح بعض مفاهيم بعض اللعيبه في التمركز الخاطئ او اللعب بشق الدفاعي فقط، لازم تشتغل الشق الدفاعي زي ما اشتغل الشق الهجومي، والحمد لله يمكن 3 بونت ادونا ثقه كبيره جدا الحمد لله، بشكر اللعيبه على ادائها النهارده، ادائها الحقيقه كان مميز جدا برضه الشوط الثاني، فالحمد لله 3 بونت في منتهى الاهميه. 6 بونت فوز على الزمالك وفوز على حرس الحدود اعادوا التوازن لطلائع الجيش. الحمد لله التوازن موجود، انا مش ما كنتش قلقان، الكباتن في الاستوديو حتى لما بنروح احنا الاستوديو بنحلل معاهم بنقول ان فريق طالع الجيش قادم، وهو انا مش قلقان طالما بنلعب كوره كويسه، انا ما كانش في بس التوفيق، توفيق محالفنا، اتمنى انه يفضل محالفنا كده على طول ان شاء الله باذن الله، عندنا ماتش في منتهى الاهميه مع المحله اللي جاي، وبرده في المحله انا لاعب 5 ماتشات بره، يعني من اول الداخليه بره، ثم بعد كده الزمالك طبعا مش بره، ثم الماتش اللي فات النهارده الحرس، ثم معايا برضو فريق المحله برضو بره، 5 ماتشات ورا بعض بره، حقيقه قرعه صعبه وظالمه، طبعا تاجيل ماتش الاسماعيلي هو اللي عامل الركه دي، فلعبت داخليه بره، كان زمالك ثم حرس، يعني الحقيقه ماتشات كتير بره عمليه صعبه، وفي ماتش ساقط مني في النص مش هفتكره، هم يفتكروا بقى في الاستوديو عشان التركيز بقى. مبروك يا كابتن. شكرا حبيبي، شكرا. فوز غالي لفريق طلائع الجيش على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء. عودة للاستوديو الكابتن حازم امام وضيوف الكرام. شكرا محمد، شكرا جزيلا، نشكر كابتن يحيى ونقول له الف مبروك، ودايما فعلا المدرب بيبقى محتاج ساعات توفيق، يمكن بيصادف عدم توفيق، ولكن واضح ان المباراتين السابقتين الزمالك والنهارده كان في توفيق بالنسبه لطلائع الجيش في احتساب ضربات الجزاء، النهارده عدم احتساب ضربات جزاء واحتساب طبعا حاله الطرد في ماتش الزمالك، وده حاجات على فكره وارده في كره القدم، ساعات بتصادف سوء حظ وساعات بتصادف يعني حظ يكون واقف جنبك. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نحلل الماتش المهم وماتش سموحه وماتش سوري طلائع الجيش وحرس الحدود ونعرف المشكله اللي حصلت، يبقوا معانا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني، وطبعا ان ماتش طلائع بينتهي فوز الطلائع على حرس الحدود في ارض حرس الحدود، ويفضل الحرس في الموقف المتأزم، ويمكن شفنا رد فعل اللعيبه ورد فعل الجهاز على الحاله اللي فيها ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش، يمكن هي فعلا يعني كلنا بجميع المحللين كلهم اللي عندنا قالوا انها ضربه جزاء صحيحه، لكن الحاله اللي فيها الحرس والثلاث نقاط اللي بيحتاجهم الحرس او حتى النقطه هي اللي مخليها طبعا حاله السخط والحاله العصبيه اللي موجود فيها اللاعبين والمدرب كابتن ايهاب جلال. الحرس يستحق الهزيمه وائل ولا التعادل هو كان؟ هو الحرس اضاع الفوز الشوط الاول. الفرص الثلاث فرص اللي جوله الشوط الاول واضاعهم، هو ده نقص الخبره اللي انا اتكلمت عليه في الاول يا كابتن حازم. احمد عيد راجل عنده خبره وعنده حس التمركز عنده اعلى طبعا من لعيبه الحدود، لما الفرصه جات له احرز هدف واستغلها، ده الهدف هو. وهو ده بص يعني برضه نفس الاخطاء بتاعت دفاع حرس الحدود باك الشمال،
مش عارف مش موجود في الكوره طول المباراه مش عايز سيد بيعلق عليه طبعا الايس بس هو ضامن قوي متهيألي هو ضامن مع الراجل نفسه يعني هو ممكن تضم بس في الحاله لما يكون الراجل اللي بيلعب قدامك يكون متمركز مكانه لو تفتكر يا سيد نفس الجول بتاع اللي حسام غالي عمله الماتش اللي فات لوليد سليمان ووليد حطها لايفونا نفس نفس المكان ده نفس المكان مشكله على الاطراف برضه سوء في التغطيه من الدفاع يعني هو لازم يضم لو موسى هدان جنبه واخد الراجل التاني انما انت هو دخل جوه وساب الراجل يعني ساب بعيد لازم يوصل نفسه شويه لازم يوصل نفسه والكره بعيد اصلا يعني مش فهو الحرس عنده مشكله على الاطراف اللي لعب بالهيد لاحمد عيد لان هو متاكد يعني انا شايف انه عارف ان هو موجود وراه وبالتالي فيها برضو تكنيك كويس وسنس ان هو يحطها لاحمد عيد وراه وطبعا استلام احمد عيد للكره كان جزء من الجول استلمها كويس قوي والفينش بعيده او الفينش حلو قوي ف باكد وائل طبعا خبرات اللعيبه في الطلائع حسمت حرس حدود يعني بيودع الدرجه الاولى ولا لسه بدري على الكلام ده ولسه بدري بس هو لو فضل طبعا باللي احنا بنشوفه ده يعني النهارده برضو بكل امانه هم الشوط الثاني افضل نسبيا على الماتشات اللي قبل كده أحسن. يعني هم كانوا بيقعوا الشوط الثاني معظم الماتشات بتاعتهم الشوط الثاني كان بيبان عليهم ان هم بدني اقل من الفرق اللي بتلعبهم النهارده احسن شويه وبرضو خلي بالك كابتن حازم احنا الاخطاء التحكيميه موجوده بس النهارده لو ضربه الجزاء دي اتحسبت كان الوضع هيبقى مختلف تعادل المباراه دي كانت ممكن تبقى بدايه كويسه ليهم انما خساره النهارده طبعا دي استمراريه للخسائر لكن هل الفرقه دي ممكن يجي منها يعني فرقه الحرس ممكن تادي احسن من كده ممكن عندها من العناصر انها تفوق مش عايز الدور الثاني لكن حتى لسه الدور الثاني ما جاش احنا لسه في نص الدور الاول يعني او لسه بس ماتشات كتير على الدور الثاني هو ممكن يبقى اللعيبه دي لعيبه كويسه بس مش مطلعه امكانياتها يعني احنا لحد دلوقتي ما شفناش مميزات كبيره لحرس الحدود من بدايه الدوري عندهم مشاكل سواء دفاعيه او هجوميه شوف عدد الاهداف اللي دخلت فيهم وفي المقابل عدد الاهداف اللي احرزوها قليل جدا فلا عندهم مشاكل عايزين تدعيمات حتى الوقفه بتاع اللعيبه نفسهم ما فيش ممكن وائل يتكلم عن نقطه مهمه الخبره وبرده لازم التمرين لازم اعود اللعيبه على الوقفه الصح يعني حتى ممكن يبقى امكانياتي اقل بعض الشيء بس بقف صح وبقف في مكاني فده اظن ان هو صعب جدا في حرس الحدود ومش موجود الموسم ده من بدايته تمام الله يكون في عون الكابتن ايوب بصراحه خلينا نروح نشوف ملعب المباراه واحداث ما بعد المباراه يمكن احداث حصلت شفناها خلينا نعرف مين زميلنا محمد الجزار ومع احد الضيوف انا مش عارف مين خلينا نشوف في محمد الجزار اللي هو مشهور اللي هو مشهور المشرف العام على الكره بنادي حرس الحدود اتفضل يا محمد مرحبا بيك كابتن حازم برحب بضيوفك الكرام مره تانية من استاد الماكس وعقب لقاء انتهاء المباراه احداث كتيره تمت بعد المباراه مع الان اللي هو مشهور طبعا المشرف العام على الكره بنادي حرس حدود ومدير الكره طبعا برحب بيك معانا كابتن حازم وضيوف الكرام اهلا بيك يا كابتن وتحياتي لكابتن حازم وضيوف الكرام يعني أزمة بعد المباراة يعني زي ما كل الكاميرات جابت مشكلة وأزمة داخل الملعب ما عايزين نعرف منك إيه اللي حصل بالظبط لا ما فيش مشكلة يعني لكن احنا ما لناش تعليق على قرارات الحكام طول عمرنا في الدوري ما عاقبناش على لكن ما حدث من طاقم الحكام في المباراة اليوم وأنا سايب الكلام ده كل المحللين يقدروا يقدروا إذا كان الفرقة كان لها ضربة جزاء أكتر من ضربة جزاء قرارات عكسية كتير خرجت اللعيبة والجهاز عن شعورهم وده وضع طبيعي لما تحس بالظلم مرة واثنين وتلاتة فما بتقدرش تسيطر على ولكن الحمد لله احنا لمينا الولاد وما يعني وانا سايب القرار اتحاد الكورة ولجنة الحكام اللي بنثقتنا فيها كبيرة كابتن ادرب عظيم مراقب الحكام تقدروا تعملوا معاهم دخلة شوفوا الأخطاء واردة بس الأخطاء لما بتزيد بيبقى شيء يخرج عن الشعور شايف ان الأزمة يعني ضربة الجزاء هي اللي خلت الجهاز الفني رغم ان ده ديربي عسكري ان هو يخرج عن النص او يحصل تشابك داخل نص الملعب لا لا وما حصلش تشابك هو بس كان في زحمة هرج ومرج وكل اللي ملوش لازمة نازل لكن قدرنا نلم اللعيبة بتاعتنا لكن ما حصلش نوع من البتاع لكن انا معاك كان في ناس نزلت كتير من الملعب من المدرجات ومن صحفيين ومن اعلاميين ومن لعيبه ومن الاجهزه الفنيه من الفرقتين
صحيح ده مش مقبول، ولكن ده خارج عن إرادة الناس نتيجة الظلم اللي وقع على فرقة بتعاني. ولكن واضح ان الكابتن إيهاب جلال كان منفعل على حد بعينه وحصل يعني مشد. لا لا انت عارف نتيجة انه ناس لابسة مخالف، اللي لابس بدلة واللي لابس بتاع، فما يعني ما قدرش يميز ما بين الامن والمصورين والبتاع، فوارد ان تكون ايده جت على حد، لكن تم احتواء الموقف والناس تقبلت الامور يعني ما فيش حاجه. حرس الحدود في خطر؟ حرس الحدود انا معاك انه في خطر، ولكن انا باكد لك ان حرس الحدود مش هينزل رغم انف اي حاجه بتتم، ورغم التجاوزات اللي حصلت في الماتش النهارده. هتعملوا ايه عشان تعدوا من الازمه دي؟ ان شاء الله انا ثقتي كبيره في الولاد وثقتنا كبيره في الجهاز، ان شاء الله الجهاز هيحتاج بعض التدعيمات في يناير، هيتم تدعيم الفريق، وانا باكد لك ان حرس الحدود اللي كان ليه بطولات وكان ليه كل حاجه مش هينزل السنه دي ان شاء الله. بنتمنى لكم التوفيق باذن الله. شكر جدا كابتن حازم، ده كان لقاء سريع مع لواء مشهور مدير الكره بنادي حرس الحدود. عوده للاستوديو الكابتن حازم امام وضيوفك الكرام. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا، ونتمنى والله عندهم صوت من صوت لواء مشهور ان هو ما ينزلش فعلا حرس الحدود، فرقه من الفرق المهمه في مصر، ولكن بالاداء ده لازم يبقى فيه يعني الامور اصعب من كده شويه، والشغل يكون اكتر شويه. اي نعم النهارده كل المحللين اجمعوا على ان ضربه جزاء صحيحه 100% لحرس الحدود، ولكن مش ده طبعا حرس الحدود السنين الماضيه تماما، ينقصه كثير وكثير ليرجع حتى نص حرس الحدود اللي احنا نعرفه من السنين السابقه. خلينا نطلع لفاصل ونرجع بقى نبتدي تحليل ماتشنا المهم جدا طبعا النهارده، ماتش وادي دجله والنادي الاهلي.